طيب احنا عايزين نجاوبها على اجرها وثوابها كمان هي معايا، بس هستأذنك ناخد مدام إلهام. مدام إلهام اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام السلام ورحمة عليكم. الله ازيك يا استاذه وبركاته، لميا؟ اهلا وسهلا انا بحضرتك، مبسوطه والله بالمداخله مع حضرتك، بقالي كتير نفسي اكلم حضرتك ومش نورتينا عارفه. نورتينا، اهلا ازيك يا فضيله وسهلا بيك، الشيخ؟ اهلا وسهلا بحضرتك، عامل ربنا ايه يخليك. حضرتك؟ الحمد لله. بصي يا فضيله الشيخ، انا كنت عايزه اسال سؤال دلوقتي. انا ليا اخ متوفي، الله يرحمه. هو حضرتك بقاله 5 سنين بالظبط متوفي. هو كان متجوز ومطلق مراته بسبب مشاكل وغضبان كتير عند اهلها، ماشي، فطلقها. فهي بعد ما توفت رفعت عليه قواضي وكانت بعد ما بتاخد هو منه توفى، فلوس. بعد ما هو توفى، لا لا حضرتك، هو بعد ما طلقها عشان هو كان هيتجوز تاني، راحت هي حضرتك رفعت عليه قواضي وبقت كل شهر تاخد منه فلوس قد كده، وهو ما كانش بيبقى معاه، فبتضغط عليه تقول له ماليش دعوه انا عايزه الفلوس، لدرجه ان هو مات مقهور يعني. بس في حضرتك دلوقتي، هم دلوقتي بعد ما هو توفى احنا صلحنا العلاقه مع مراته عشان خاطر نوصل البنات عشان صله الرحم. دلوقتي هم البنات بيجوا عند والدتي بتخصص لهم مبلغ، يعني مبلغ من المال عشان خاطر كل شهر تاخدهم من معاشها. هم دلوقتي بيجوا عند والدتي يقعدوا مثلا يومين ياخدوا من معاشها من وراها، من وراها، يطلعوا مثلا من وراها، يعني مثلا يخشوا يفتحوا الدولاب وياخدوا منها الفلوس من وراها. طب وانتوا عرفتوا ازاي؟ ماما والدتي بتلاقي الفلوس ناقصة، يعني ماما دلوقتي ست على فطرتها خالص، بتقبض المعاش وبتحطه في الدولاب في كيس بلاستيك، فتيجي مثلا تديهم مصروف الشهر وبعد كده يكونوا قاعدين مثلا يوم تلاقي الفلوس ايه مش موجودة، وانتوا يعني تيجي متأكدين من الكلام ده؟ يعني يعني هي مش بتيجي، هي مثلا صرفتهم في حاجة او لا نسيت لا او لا كده، لا لا لا، او بتبقى حد لسه غيرهم قابضه بيدخل البيت؟ الفلوس وتيجي تاخد الفلوس مثلا، تقوم هي مثلا مديهم الفلوس، تبص تلاقي الفلوس قلت، يعني حجم الفلوس قل، في تاخدهم حد تلاقيهم بيبقى في الفترة ناقصين. دي بيدخل غيرها لا 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 لا، والدتي غيرهم؟ عايشه، لا لا والدتي عايشه لوحدها في البيت، وليا اخ تاني بس هو اغلبيه الوقت مش موجود. وهي والفلوس في دي ما مره من بتنقص غير والبنات موجودين بس. وفي مره من المرات حضرتك والدتي برضه لقيت الفلوس ناقصه، جايه مثلا تخش تجيب فلوس عشان تشتري حاجه، لقيت الفلوس ناقصه وهم موجودين، فراحت حضرتك فتشت في الشنطه بتاعتهم، لقيت الفلوس معاهم مبلغ 400 جنيه مثلا. انت حضرتك عايزه ايه من السؤال؟ شايفه ايه الصح؟ اسمعيني بس. انا دلوقتي حضرتك، انا والدي متوفي وماليش حد كبير اساله، فانا مش عارفه اعمل ايه. هي مخصصه لهم مبلغ ما بيتصلوش بيها غير عشان خاطر احنا عايزين فلوس يا ستي. انا اصلا تعبانه، اصلا هكشف، اصلا هعمل ايه؟ وغير كده احنا ما نعرفش هم بيودوا. في مره قالت لوالدتي ما تقوليش لماما انت بتديني فلوس قد ايه، طيب فانا مش انتي عارفه، انا سؤالك، خايفه عليهم. طب انت حضرتك، انا دلوقتي والدتي بتقول هم بيستغلوني، وغير المبلغ اللي انا مخصصه لهم بيتصلوا ياخدوا مني فلوس، وما اعرفش بيدوهم لوالدتها ولا اعمل ايه، اديهم ولا ما اديهمش ولا اعمل ايه. هما البنات قد ايه؟ يعني تانية ثانوي، أولى إعدادي، تقريبا ستة ابتدائي. تمام. طيب حاضر، تابعينا يا مدام إلهام. طيب هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. أنا اتكلت عليك في كل أحوالي. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضلت الشيخ ناخد الأسئلة بالترتيب. كنت قلت لحضرتك إن حضرتك تكلمنا عن فضل يعني خدمة الأم لابنها خاصة المعاق، ويعني ثوابها عند ربنا سبحانه وتعالى يكون إيه؟ الحقيقة دول فئة من الناس ربنا سبحانه وتعالى يختص بهم من يشاء من عباده، رفعة لدرجاتهم. يعني الأم حينما تكون في يعني في خدمة ابن من أبنائنا أصحاب القدرات الخاصة، تعرف إن ده اصطفاء من الله سبحانه وتعالى ليها، لأنه ادالها فئة من الناس عزيزة على الله سبحانه وتعالى، لدرجة إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إنما وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. يعني دول سبب من أسباب الرزق وسبب من أسباب النصر للأمة وللأسرة، وهم سبب من أسباب البركة في البيت. أجرها إيه؟ على قد تعبها هيكون أجرها عند ربنا سبحانه طبعا. وتعالى.
لو التعب زياده وهو هيبقى سبب دخولها الجنه طبعا ان شاء الله. ان شاء الله على قد تعبك اللي انت قلقانة عشانه ده، او اللي انت يعني ربما تكوني مش متحملاه او مش قادره انك تكملي، لا استعيني بالله سبحانه وتعالى، واعرفي ان سيدنا النبي بيقول اجرك على قدر نصبك، يعني على قد ما بتتعبي على قد ربنا سبحانه وتعالى ما بيديك الاجر وبيديك الدرجات. ودي روح، والروح غاليه عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سلمك الروح دي امانه، صح. وبيشوفك هتعملي فيها ايه. لعل اختبارك كله في الحياه، واحنا كلنا في اختبار، كل واحد فينا عنده اختبار، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. كلنا في فتنة وكلنا في اختبار، فتنة بمعنى ابتلاء يعني، وبمعنى اختبار. ممكن ده يكون اختبارك، ولما تنجحي فيه هو طريقك لعبور الدنيا إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله إن شاء الله. طيب نجاوب مدام إلهام بقى، موضوع ولاد أخوها اللي بيسرقوا جدتهم أو بياخدوا منها من غير ما هي تعرف، ومن الواضح ان الام كمان ممكن يكون في بعض الامور اللي ما تعرفهاش، لانهم بيقولوا ما تقولوش، ما تعرفوش انتوا بتدونا كام، تتكلم ولا ما تتكلمش، والتصرف يبقى ايه، ويحجموا الموضوع ازاي؟ هو الموضوع ده محتاج حكمه في التعامل بيه. اولا هي قالت حاجه جميله جدا تتحسب لها ولوالدتها، ان بعد وفاه اخوهم هم تواصلوا مع صلحوا زوجة العلاقه أخوهم. ايوه وصلحوا العلاقه، وده مهم جدا جدا علشان خاطر في صله رحم بينهم. البنات دول رحم، رحم للسيده الهام ورحم لوالدتها الفاضله، وكمان هم لما بيبروا البنات دي هم بيبروا اخوهم، والسيده الفاضله والدته بتبر ابنها. فده لابد ان هم يحافظوا على العلاقه دي. طيب في اذى دلوقتي بيحصل وفي ضرر بيحصل، انا يهمني في الموضوع ده كله ان احنا نقوم البنات، نقومهم بصوره تخليهم يبقوا عنصر صالح في المجتمع بدون ما نجرحهم. طب هتعمل ايه؟ تتواصل مع والدته، وما تقولهمش ان ولادك بيسرقوا او كذا، لان هي مش هتتحمل اصلا تسمع الكلام ده. لكن انا لما اقول لها والله الولاد لما بيبقوا هنا جدتهم بتكرمهم، بتدي لهم كذا وبتدي لهم كذا، انا مش بقول لك كده عشان اقول لك ان احنا بنعمل معاهم كذا وكذا، لا انا بقول لك علشان تبقي متابعه الفلوس دي. ايوه الفلوس دي بيعملوا بيها ايه، والفلوس دي بيصرفوها في ايه، علشان يبقى احنا محافظين على ولادنا. والوالده تحاول انها تحافظ على فلوسها، تحطها يعني في مكان غير المكان. بالظبط، ما تحطهاش بقى قدامهم غير المكان المعتاد. انا كنت هقول لها يمكن مش هم، لكن هي قالت لي طلعت الفلوس من شنطه خلاص بقى، ولادنا دول ولادكم ولازم تحافظوا عليهم ولازم تقوموهم، علشان في الاخر هم شايلين اسم اخوكي. ايوه وهم منكم وانتم منهم، وبنات طبعا.